حب الوطن، ذلك هو ما جعل الجميع هنا يقف في الذكرى 49 لعيد الجلاء 30 من نوفمبر للاحتفال بهذه الذكرى المجيدة. فالتغني بالوطن وأعياده وكما يرى هؤلاء يبقى جزءا مهما حتى ولو من بين لظى الحرب التي تتعرض لها المحافظة. رغم الحرب والحصار الذي تشنه ميليشيا الحوثي وصالح على مدينة تعز، إلا أن أهل تعز اليوم يحتفلون بعيد 30 من نوفمبر. رغم الظروف والمآسي التي نمر بها ورغم ما نراه كل يوم من موت، لكن سنفرح وسنعيش كما يعيش الناس. هذا هو الواقع، لكن ماذا نفعل؟ لابد أن ندوس على الواقع ونستمر حياتنا إلى الأمام. ما عند آخر جندي بريطاني، نعم أبناء المحافظة الجنوبية بالحرية والاستقلال. تبدو العلاقة وطيدة ما بين الماضي والحاضر، وإن تبدلت الأدوار واختلف الأشخاص فمشروع سرقة الدولة والجمهورية سريعا ما يتلاشى أمام هذه العزائم. الابتهاج بانتصار الأجداد بدت معالمه واضحة على وجوه هؤلاء الأحفاد الذين يعيشون ذلك التاريخ واقعا ملموسا اليوم، لكن هذه المرة أمام التصدي للميليشيات الإنقلابية. اليوم بالتزامن مع الاحتفال بعيد الجلاء طرد آخر جندي بريطاني، تعز تصحو على انتصارات في الجبهة الشرقية والغربية. هذا الانتصار يأتي التزامن مع احتفالاتنا بنوفمبر وبالأعياد الوطنية بشكل عام، هي يعني بهجة الانتصار، وهي اليوم انتصارات تتجدد والانتصارات تتوالى حتى طرد آخر مستبد من تعز ومن اليمن بشكل عام. على وقع هذه الأهازيج ومشاهد أخرى جسدت في محتواها حب الوطن، وهو ما بدا حاضرا من خلال مشاركة الجميع نساء ورجالا وأطفال بهذه الذكرى الخالدة في أذهانهم كما تبدو باقية في قلوبهم. على خطى الأجداد ماضون في مقارعة الظلم والاستبداد، وحتما ستشرق شمس النصر من جديد، هكذا يقول هؤلاء في ذكرى عيدهم المجيد. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.